النهارده هو اول سيكشن حاجات التصميم. يعني ايه تصميم؟ انا عايز اجيب قطعه عشان نلخص الكلام. يعني ايه تصميم؟ يعني عايز اطلع قطعه، يعني عايز في الاخر منك قطعه، القطعه ده كذا كذا كذا. فالتنشن والكومبريشن بيبقوا معمولين في التراس في الزوايا بتاعته. طب احنا اول حاجه لازم نعرفها اللي هي السكاشن المستخدمه في التصميم. يعني انا عشان ابدا التصميم بتاعي ايه نوع السكشن؟ هل انا بصمم كفر؟ هل انا بصمم عمود؟ السكاشن اللي عندنا هم ثلاثه، سنجل انجل، ده بسميه دبل انجل، وده بسميه ستار شيب. دول السكاشن اللي احنا هنصممها في درس التنشن والكومبريشن. خلاص؟ طيب هل انا في الامتحان هديهولك هقول لك نوع القطاع ايه؟ لا، هحدد لك مكان القطاع. يعني ازاي؟ هاجي ده اسمه لور كورد، ده اسمه ايه؟ لور كورد، وده ابر كورد. دي حاجات ثابته. المائل ده بسميه الدياجونال، دياجونال ميمو، والراسي بسميه. انا كل اللي انا هعمله في الامتحان هحدد لك مكان القطاع اللي انا هصممه. حاجه كده في الامتحان اقول لك والله صمم لي الضلع ده، او صمم لي الضلع ده. انت بقى المفروض هتفرض القطاع طبقا للقاعده الثابته احنا ايه هنثبتها. ازاي الكلام ده؟ قال لك والله في حاله الابر كورد واللور كورد لازم اجباري عليك تعمله دبل اكل. يبقى تاني حالة لور كورد او ابر كورد اجباري ايه؟ دبل انجل. ما تجيش بقى تفرضه في سنجل انجل وتحل غلط. يبقى تاني ابر كورد واللور كورد دبل انجل باك تو باك. طيب في حاله الدياجونال هيكون سنجل انجل، ممكن يبقى دبل، ممكن في حالات معينه. تاني الدياجونال ده هنفرضه على طول بكام؟ سنجل انجل. احيانا لو القوه كبيره شويه بنقلبه لدبل. احيانا لو ايه؟ لو القوة كبيرة شوية بتقلب لمين؟ لدبل. لكن في الحالة العادية خالص أو في الهارد الابتدائي بتاعك خالص لازم يبدأ بمين؟ بسنجل أنجل. فأي مشكلة؟ الفيرتيكال بقى له نوعين. الفيرتيكال له نوعين. العادي بتاعه خالص بيكون سنجل أنجل. العادي بتاعه بيكون إيه؟ هتفرضه سنجل أنجل. طيب في حالات خاصة فيه أه. قال لك لو طوله أكبر من 4 متر، لو ال ده اللي هو الطول بتاعه اكبر من 4 متر هتفرضه ستار شيب. لو الطول بتاعه طول الضلع اكبر من 4 متر هتفرضه ايه؟ ستار شيب. غالبا مش هتشوفها في التراس، ممكن تشوفها في منبر تاني مثلا بشكل تاني. لو الطول بتاعه كام؟ اكبر من 4 متر هتفرضه ايه؟ ستار شيب. وفي حاله كمان، لو الفيرتيكال ده عنده لونج بريسنج لازم تفرضه ستار شيب. يبقى تاني نلخص الموضوع. انا لو جبت مسألة فيرتيكال وحطيت لك عنده لونج بريسنج وانت فرضته لي سنجل انجل هتفرضه غلط. خلاص مش فرض كده من اول ايه؟ فرضته غلط، هتكمل على الغلط. خلاص اي مشكله؟ الدياجونال في حاله دي ساعات بنخليه ستار شيب، بنخليه دبل انجل عادي. امتى؟ لما القوه تبقى كبيره. لما القوه تبقى كبيره. احنا قدرنا في التصميم 90 سنجل انجل، 90 90 في 9 قطاع 90 90 9 وهنعرف الكلام ده كمان شويه. لو القوه دي جابت لي مثلا قطاع 110 او 120 من الجداول ساعتها هبلغي وبقلبه في دبل انجل. هنشوف الكلام ده في اخر السكشن هتجمعه بشكل اكبر. فاهم مشكله لحد دلوقتي؟ تاني حاجه محتاج تعرفنا حاجه اسمها تايب اوف كونكشن. تايب يعني ايه؟ احنا عندنا الستيل زي ما اتفقنا في نوعين من الكونكشن او الاتصال الاضلاع مع بعض، يا اما لحام يا اما مسدس، يا اما لحام يا اما مسدس. كل حاجه ليها استخدام حسب الحاله بتاعت المبنى بتاعك. وفي الغالب بنفضل كتير الحاجات بتاعت الايه؟ البولد الكونكشن او اللي هي المسامير، علشان مثلا اعرف المصنع بتاعي او الفريم بتاعي كده. اللحام بنستخدمه في اضيق الحدود او بنستخدم في حاجات معينه بتبقى ايه؟ تخلش بنظام النقل او ما تجنيش طول كبير يعني. طيب يبقى احنا عندنا حاجتين، بولتد بولتد كونكشن، ده اللي هو مين؟ بولتد يعني بولت يعني مسمار، فده اللي هو ايه؟ المسامير بس مسمار. وحاجه اسمها ويلدد، ويلدد رحم كونكشن اللي هو ده مين؟ اللحام. طبعا ان زي ما قلت البولتد كونكشن ده بنعمل فراغات في العمود او في الكاميرا او في اي حاجه ونبدا نثبتها بايه؟ بمسامير باقشار معينه. ده بالنسبه لمين؟ للبولتد كونكشن.
بالنسبه للولد الاول لحل بعت لها مكنه لحل. المكنه دي بتشتغل طبعا غالبا اللحام بيبقى في الموقع في فترة يبقى فيه تركيز. بالمكنه بيبقى لها ايد كده بنجيب له سلك الحام ونحط السلك المكنه ونبدا نشتغل. يقول لك بقى ايه بص انت وانت مهندس في المصنع بتبقى مطلوب منك تبص على جوده اللحام. عندي بولتد كونكشن وعندي ايه ولدد كونكشن. قلنا لحام ومسامير. انا هستفاد من الكلام ده ايه؟ لازم تبقى عارف الشكل وانت شغال بتصور. غالبا الشكل اللي احنا شغالين بيه بيبقى عندنا حاجه اسمها جاست بليت. جاست بليت يعني بليت، بليت اللي هو زي مستطيل كده حته صد كده اسمه بليت بنسميه بليت او بنسميه جاست بليت او اي حاجه. وبيكون راكب معاه الانجل، انجل شكلها ال، واحده مثلا زي كده تكون على شكل حرف ال بالشكل ده. بتكون الانجل دي لو جينا نتخيل الشكل بتاعها 3D حاجه عامله كده مثلا. المهم ده الشكل بتاعها 3D. لما اجي اعمل مسامير اول حاجه انا ما بعملش مسامير جنب فتحه هنا عشان خاطر ما يتكسرش. بيبقى في مسافه بنسميها دي اللي هي المسافه بين المسمار والمسمار زي ما خدنا في رسم اعدادي بالظبط. وبعمل المسمار الاول هنا دي نص دي وبعد كده بي وبي، يعني المسافه من هنا لهنا بسميها بي، وهنا نص المسافه اللي هي ايه بين المسمار والمسمار. مش دي قصتنا قوي بس انا تخيل بس الشكل ده في ايه؟ 3 دي. لكن انت في المسقط اللي انت هترسمه في الامتحان هترسم حاجه كده. يعني لما يجي لك كلاس وانت عايز تفهمني ان ده بورد كونكشن هتبقى عامله كده. نقط. اتفضل. يبقى ده الشكل اللي انت ايه؟ هتستخدمه عباره عن ايه؟ ده الجاست بليت، ده مين؟ ده البليت، ودي الانجل. طبيعي عشان اثبت الانجل في البليت لازم فتحه المسمار تبقى اكبر من المسمار. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. يعني مثلا لو انا جالي في اللوحه المسمار بيديله رمز ام، عشان اقول قطر المسمار مثلا ام 20، معناه ان قطر المسمار كام؟ 20 مللي. ام 20 معناها ايه؟ قطر المسمار 20 مللي. طب انا هعمل فتحه هنا بمكان المسمار اعملها 20 بالظبط ولا اكبر؟ اكبر. هعمله 22 مثلا. ففي فتحه خلوص بتبقى عباره عن قطر المسمار زائد 2 من 10، بس الكلام ده بايه؟ بالسنتي، يعني ده 20 مللي. خلاص؟ كام سنتي؟ 2. يبقى 2 زائد 2 من 10 بيطلع لك كام؟ 2 مللي. يبقى دي فتحه المسمار هي دي. عشان ياخدش فيها مسمار 20 لازم اخلي دي كام؟ 22 مللي. فاي مشكله؟ يبقى ساعتها المسامير دي بتتعمل بحاجه اسمها المتقاب. المتقاب بتاعك اللي هتستخدمه لازم تحط فيه بنطه، البنطه دي قطرها كام؟ 22 ما تحطهاش 20. خلاص؟ في نفس الوقت هنعرف الكلام ده دلوقتي وهنستخدمه في الحسابات، نسيب خلوص 2 من 10 متر. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ اسمها اللحام. ادي الشكل بتاع اللحام، نفس الجاست بليت بالظبط. وهنا شكل الانجل عامل كده، بس ببدا بقى اعمل ايه؟ خط الحام من فوق هنا وخط الحام من تحت. بلحق اجيب ماجنت اللحام واجي على الممبر ليها سن كده اللي هو بيطلع سلك اللحام، وافضل ماشي كده خط كده ماشي تحت خط كده بس انا اثبت. هل انا قطعت في الانجل؟ هل عملت اي بولز او اي حاجه مع الصوره؟ بالتالي من الشكل ده نوصل لحاجه، نوصل لايه؟ ان هنا المساحه بتاعت الانجل بتقل. مساحه الانجل ما بقتش كامله، حصل فيها ايه؟ تخفيض. التخفيض ده جاي من ايه؟ مش جاي من فتحات المسمار اللي انت عملتها. اما بالنسبه للسجل للدحام او الولد اللي حصل المساحه كانت زي ما هي كامله، وده ما قلته عشان هيفرق معايا دلوقتي في الحسابات. في اي مشكله؟ حاجه نبدا خطوات التصميم. نبدا بايه؟ احنا بنبدا بالسلاب العكس، يعني هنجيب القطاع واشيك عليه اشوف هل القطاع ده سيف ولا نون سيف. احنا بنعمل ايه؟ اول خطوه تشوز اوف سيكشن. قبل ما اعمل التشيكات بختار القطاع، بحدد رقم القطاع، اقول والله القطاع ده كذا 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 قبل ما ابدا، وبعدين اشيك عليه والله لو التشيكات بتاعتي سيف يبقى احنا كده ايه؟ تمام. لو نوت سيف بطبق القطاع بتاعي. طيب اختار القطاع ازاي؟ بحسب القطاع من المساحه. بحسب حاجه اسمها ايه؟ اريا جروس. اريا جروس دي هي مساحه القطاع. او مساحه مين؟ الانجل بتاعتي. بتساوي الفورس، الفورس اللي هي القوه، ودي جيفن في الامتحان. والقوة ده احنا بنصمم دلوقتي ايه؟ تنشن صح؟ التنشن عندنا هيبقى بالموجب والكمبريشن هيبقى بالسالب.
يعني انا مش هاجي في الامتحان، هاجي في الامتحان واقول لك ايه الكوريتيشن او كومبريشن، انا هحدد لك بالاشاره، اقول لك دي اشاره موجبه او اشاره سليمه، وانت عليك ايه تتحل بقى بناء عليه. زائد ان انت المفروض تبقى عارف ان اللور كورد اللور كورد كله تنشن والابر كورد كومبريشن، والاضلاع المايله لو هي موازيه للمماس تنشن ولو هي عمودي على المماس تنشن. المهم احنا اللي هيحكمنا في الاخر هي ايه؟ الاشاره. اشاره موجبه يعني تنشن، اشاره سالبه يعني ايه؟ يعني كومبريشن. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب الفورس احنا خلاص عرفناها، المساحه دي اللي انا محتاج اطلعها. الاف تي ده هو الالوبل ستريس في حاله التنشن، الاجهاد المسموح دي في حاله التنشن. طب قيمته كام؟ قيمته كام هيعتمد على الجريب بتاع الاستيل. عندنا حاجه اسمها جريب اوف ستيل. عندنا ستيل 37 صح؟ ستيل كام؟ 42 وستيل 52. هتلاقي دكتور اشرف يقول لك في الامتحان، يقول لك في المحاضره احنا بنشتغل بكام؟ 37. ال 37 او اي جريد بتاع الستيل محتاجين نعرف حاجه اسمها اف هيل وحاجه اسمها اف ايه؟ اف الترا. يبقى عندي اف هيل واف الترا في حاله الستيل 37. الاف هيل بتاعته ب 2.4 والاف الترا بتاعته بكام؟ ب 3.6 على السنتيمتر المربع. يبقى تاني بالمداد الحديد اللي انت تشتغل بيها هنشتغل ونثبت مع نفسنا ايه؟ ستيل 37. الاف هيل بتاعته 2.4 ولف اوبن بجانب ب 3.6. طيب اللوبل ستريس اللي هو الاف تي ده حاله التنشن ده هو نسبه من الاف اي، هو كام؟ نسبه من الاف اي. العمل المخترع ان الاف تي ده بيساوي 58% في اف اي. يبقى الاف تي بيساوي 58% في مين؟ في الاف اي. الاف اي ده بيتغير على حسب الجريد. طب احنا دلوقتي مثبتين الجريد بكام؟ 37. يبقى اذا الاف فيلد عندي بكام؟ 2.4. اروح اشيل كده الاف فيلد ده واكتب هنا 2.4 ويطلع لي 1.4 طن على السنتيمتر المربع. فاغلب مسائلنا احنا هنا في المنهج هتلاقيها دايما الاف تي بكام؟ ب 1.4 مش عارف؟ طيب دي اول حاجه. يبقى احنا فهمنا يعني اف تي. عايزين نبدا نشوف بقى تاثير البوتد والولتد على المعادله دي. هل المساحه اللي بتطلع هي حاجه واحده ولا مختلفه؟ في حاله قلنا في حاله الويلدنج المساحه ايه؟ بتقل شويه، وفي حاله البولتد المساحه كامله. فبالتالي في هنا معامل، الحته دي كده معامل. المعامل ده هيعتمد على نوع الوصل، هيعتمد على ايه؟ على نوع الوصل. هل هي بولتد ولا ويلدنج؟ الكلام ده في المساله هيجي لك نوع واحد. المسألة هتيجي له واحد، أنا هتلاقي دلوقتي بشرح أربع أنواع، أربع أنواع دول يعني أكنهم أربع مسائل. بدل ما أشرح نوع وأقول لك كمل في البيت، بقول لك خد الأفكار، وأنت في البيت تبقى فاهم إن هو واحد بس. طيب يبقى هنا بوتل وهنا ويلد. طب هقسم تقسيمة تانية، هل هي سنجل ولا دبل؟ هل هي سنجل أنجل ولا دبل أنجل؟ الدبل انا بعمله معامله الستار شيب. طب ما اقول دبل معناه دبل اللي هو ايه؟ دبل انجل او ستار شيب. يبقى الدبل انجل ده انا بعامله نفس معامله مين؟ تقريبا نفس معامله حاجات كتيره نفس معامله ايه؟ الستار شيب. نفس الكلام هنا، هل هو سنجل انجل ولا دبل انجل؟ خلاص؟ طيب المعامل ده هنبدا بالويلدد اللي هو الثابت العادي. في حاله الويلدد الدبل انجل، حالة الويلدنج دبل انجل، المعامل ده هيبقى بواحد. يعني ايه بواحد؟ يعني مفيش أي تخفيض. يعني مفيش إيه؟ أي تخفيض. ليه؟ عشان إحنا قلنا في حالة اللحام أنا محافظ على مين؟ محافظ على المساحة. تمام؟ في حالة ويلدنج اللي هي الحالة السنجل هيبقى ب 85. هيبقى بكام؟ ب 85. تقول لي طب مش إحنا لسه قايلين إن في حالة الويلدنج أصلاً ما بغيرش القطاع؟ ماشي، بس في عندك مشكله في السيمتريه مش هخش فيها قوي. المهم ان السنتر بتاع المساله مش نفس السنتر بتاع مين؟ بتاع السنجل انجل. فبالتالي بيحصل ترحيله، فالترحيله دي بتعمل تخفيض، فبخليك كام؟ 85%. يبقى ال 85% دي مش جايه من القطاع، جايه من السيمتريه بتاع القطاع. يعني مش جايه من ان انا هل القطاع بولتد ولا ويلدد، لا جايه من السيمتريه بتاعته.
واللي عايز يفهم الكلام ده اكتر هتلاقيه ايه في الفيديو او في المحاضره، بس هو ايه ما يشغلنيش بده. طيب في حاله البولتد دبل انجل، في حاله البولتد دبل انجل هيبقى بكام؟ ب 85%. وفي حاله البولتد سنجل انجل هيبقى ب 5%. يبقى اذا انا عندي تقريبا اربع قيم للمعادله، اربع قيم جايه من نوع الكونكشن نفسها وجايه من مين؟ من نوع القطاع. الاربع قيم دول 85% الاول واحد، و85% في حاله الدبل، في حاله السنجل 85 و65. في المساله هيجي لك نوع واحد بس، يعني في المساله انا هحدد لك مثلا الدايره واقول لك اكتب لك انا كده مثلا اقول لك ايه والله ده ولدت، وانت المفروض خلاص في دماغك عارف ده هيبقى نوعه ايه؟ ده سنجل ولا دبل؟ سنجل. يبقى خلاص ولدت سنجل، اعرف كده والله كان ولدت سنجل، يبقى قيمه المعامل كام؟ 85. بس عايز ايه الحل؟ لو انا طلع لي مثلا طلع لي مثلا 13 وانا بصمم مين؟ دبل انجل، هعمل ايه؟ هقسم الاول على 2، هقسم الاول على ايه؟ على 2، وبعد كده ادخل الجدول.